فيها، كنت أتجول في بعض شوارع المدينة عذراء، حركة يمكن نقول بأن الحركة مشلولة تماما، محلات مغلقة وسيارات أجرة وحافلات منعدمة تماما، يعني يمكن نقول بأن حظر الاتجوال المفروض على المواطن بولاية عذراء في هذه الأثناء بالذات، خاصة وإنها وقت الذروة. زميلتي شجاع منك أن تتجول ربما في هذه الأجواء رمضان والمصالح المعنية تحط المواطنين على عدم التجوال، كيف هي ربما خدمة أو تزويد المواطنين بالكهرباء والماء في هذه المنطقة؟ على فكرة زميلتي في هذه الأثناء التي أتحدث معك فيها، يقوم المدير العام لشركة سونالغاز بزيارة إلى ولاية عذراء للوقوف على المعاناة الحقيقية لمد المواطن بهذه الطاقة الحيوية، خاصة وأن كانت شروق نيوز قد تحدثت في أعداد سابقة من الأخبار التي في مواجهة الأخبارية سابقة بأن الولاية تعرف انقطاعات متتالية في الكهرباء، واحتج العديد من المواطنين على ذلك، وهو ما سيقف عليه بنفسه ويقف على المعاناة الحقيقية للمواطن بهذه الولاية. أما عن سيرورة الحياة عند المواطنين بولاية عذراء فهناك معاناة حقيقية، خاصة كما أشرت في بداية البرنامج زميلتي، انقطاعات متكررة في الكهرباء والماء تزامنا، وهذا الارتفاع الكبير في درجة الحرارة التي تجتاح مناطق الجنوب الجزائري. نعم. طيب رمضان، هناك حديث من قبل السلطات عن توفير مسابح وأماكن للترفيه لسكان وأطفال الجنوب على وجه خاص، هل هناك فعلا تجسيد لهذه المشاريع على أرض الواقع؟ بالنسبة للمشاريع التي تتحدث عنها السلطات المحلية تبقى ضئيلة ولا ترخى إلى مستوى تطلعات المواطن بولاية الجنوب، خاصة إذا حصينا العدد الكبير للكثافه السكانيه والذين معظمهم يفضلون البقاء في منطقه الجنوب. وفي هذه الاثناء ولا في هذه الاجواء الحاره يفضل المواطن انه يبحث عن اماكن للتنزه والترفيه، ولكنها تبقى قليله وقليله جدا مقارنه مع الاعداد والرقم الذي قدمته السلطات المحليه بالولايه. طيب مراسلنا من ولاية أذرة رمضان معلم، كنت معنا على المباشر عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وفي ظل هذا الارتفاع